السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم شرحنا راح يكون عن استخدام ماكينة اللحام. الدرس هذا ما هو للمبتدئين في اللحام، لا، الدرس هذا للناس اللي لحد الآن ما ابتدت، ما اشترى ماكينة ولا يعرف أي فكرة عن اللحام، مش للمبتدئين. بعد الدرس هذا وبعد ما تشتري معداتك، تقوم تدخل في اليوتيوب، شروحات كثيرة جدا جدا جدا، يعني تبتدي من الصفر حتى تصل إلى درجة الاحتراف. في ناس شارحين شروحات جيدة. من أهم القواعد مستقبلا إن شاء الله، من أهم القواعد اللي أنت تبحث فيها باليوتيوب، تكتب طريقة اللحام الصحيحة. هذه من أهم النقاط. فاليوم درسنا للي ما ابتدى لسه، ما عنده ماكينة لحيم أصلا، فقط يفكر أنه يتعلم اللحيم، كيف أتعلم اللحيم بدون تعقيدات وبدون أي مقدمات. رقم واحد، هذه اسمها ماكينة لحيم. توصل إلى الكهرباء، تشتري الماكينة هذه، تروح للمحل تقول له أبي ماكينة لحيم. لما تشتري ماكينة اللحيم تتبع الخطوات هذه. هذا واير كهرباء، تركبه في التيار الكهربائي مباشر وشغل، لا تخاف. إذا ما تجرؤ ما تتعلم. طيب، لا تشتري شيء غالي دائما في البداية. بعد الحلقة هذه اشتر أرخص شيء، لو صيني، لو مش كواليتي، لو هذا، فقط للتعليم. طيب، هذه ماكينة اللحيم. عندنا قطبين، دائما مكان اللحيم فيها قطبين وفيها درجات للملي، 1 2 3. انت لا تفهم اي شيء، انت افهم بس الخطوات هذه، بعدين راح تتعلم. لان عندك مزرعة، عندك جاخور، عندك في البيت اي شيء، فدائما تحتاج ماكينة اللحيم. اتبع الخطوات هذه اللي اقولها لك، وبعدين فكر في التعلم اكثر والتقدم. اشتري ارخص ماكينة لحيم وخذها وروح البيت وركب الكهرباء. في قطبين لازم يكونون راكبين. تمام. وهذه المقبض او البنسة يسمونها. خلصنا قطبين، هذا هو. هذا واحد جاي هني والثاني جاي هني. خلاص يا جماعة، خلاص الماكينة شغالة بكل سهولة. انا شرحي ما هو علمي ودقيق، انا شرحي للي ما ابتدأ لحد الان، يعني عساس ياخذ فكرة. مثل الحديدة هذه انا بلحمها هني. نقطة مهمة، لازم تلبس نظارة، تشتري معاها النظارة مالت اللحيم، ويعني 90% 95% راح يحوشك التهاب بالعين من الوهج للحيم. فلا تخاف، يعني اول يوم البس النظارة، دير بالك لا تنظر الى اللحيم وانت ما لبست النظارة، يعني نظارة مثل هذه. تمام، أي نوع من أنواع النظارات تجده عند المحل. طيب يا أخوان، إذا استخدمت اللحيم وبعدها حسيت بألم أو في الليل، راح تفز من نومك وانت كأنك أعمى، لا تخاف، ما فيها أي مشكلة. تذهب إلى الطبيب يعطيك قطرة مضادة لالتهاب العين اللي هو المشكلة هذه اللحيم، وبعدها أمورك طيبة. طيب، كيف تعمل الآلة هذه؟ بكل سهولة، قطبين، هذا قطب وهذا قطب. لو وضعت القطب هذا على هذا رأسا، راح يصير فيه شرار. تمام، هذا البايب وهذا القاعدة، أنا بلحم القاعدة هذه. طبعا البايب خفيف ويتشقق، لكن كمثال. وخر بابا شوي. تمام يا اخوان، هذه هي طريقة اللحيم. لا تخاف، بس انتبه لا تمسك شيء حار. تمام ولا لا؟ لازم الاقطاب هذه تكون متصلة، يعني الكلاب هذا الارضي لازم يمسك الحديد مضبوط، اذا في صبغ او في صدى ما راح يمسك.
هذه هي الخطوة الأولى اللي أنا أبيك تعملها، تمام؟ تشتري الماكينة أرخص نوع مع الوايرات، تمام يا أخوان، مع السلك اللحيم، أسلاك اللحيم، علبة واحدة، تمام، ومع النظارة. بعدها أنت تذهب إلى المزرعة أو البيت وتبتدي تتعلم. طيب ناخذ هالحديد هذا، تمام بابا، تعال ركب هذا هنا، هذا هني هني. شوفهم يا أخوان، أنا ركبت هنا هذه بكل سهولة، ركبت هذه هنا. الآن أنا بلحم الحديدتين هذول، اعمل زي مثل الأطفال، العب، مجرد لعب، أنت تتعلم. شيل هذا، شوفهم يا أخوان، لما أنا ألحم الحديدة هذه الصيخ هذا راح يذوب، الصيخ هذا من شدة الحرارة، فراح يلصق بين الاثنين. طيب يا اخوان، طف الماكينة بابا، خلاص. يعني الان الفيديو هذا مجرد كأنك تلعب لعب اطفال فقط، خلاص. اذا وصلت المرحلة هذه انت بديت في عالم الحدادة. شوف شلون الصيخ ذاب ما بين القطعتين، خلاص اللحم الحديد بقوة. عطني مطرقة بابا، مدقة، تعال عاد شي فهم المطرقة يا معا. مدقة جيف. شوفهم يا اخوان الصيخ اللي ذاب لحم بين القطعتين. هذه بعد الخطوة هذه أنت تدخل في عالم الحدادة. فقط اجرأ، رح للمحلات واشتر ماكينة مع الوايرات، مع السلك، مع المقابض طبعا يعطيك وياها، والنظارة. هذه أول خطوة تسويها. بعد الفيديو هذا تقوم تتابع فيديوهات ثانية كثيرة جدا، أنا فقط أعطيك دافع أنك تتعلم. شوفوا ما أنا صورت لكم مباشر مباشر، هذا هو. بعدها تتعلم الأصول الصحيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.